شأن المصري، قال عضو البرلمان المصري إن إسرائيل ساهمت بقوة في دعم أحداث 30 من يونيو التي قادت إلى الانقلاب العسكري في مصر عام 2013. وقال النائب عماد جاد في مقال له بصحيفة الوطن المصرية عن نشاط السيسي في نيويورك أثناء حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة واللقاء الذي جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: علينا في الوقت نفسه أن نضع المصلحة الوطنية المصرية في المقدمة ونتحلى بالموضوعية ونعترف بأن إسرائيل لعبت دورا مهما في دعم ثورة الشعب المصري في 30 من يونيو على حد قوله. وأضاف جاد: مارست الوفود التي أرسلها بنيامين نتنياهو ضغوطا كبيرة على أعضاء في الكونغرس من أجل تبني رؤى موضوعية تجاه الأحداث في مصر. من ناحية أخرى، أظهر مقطع فيديو تناقله نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي إقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن بلاده سعت للتخلص من حكم الرئيس المصري محمد مرسي. وقال نتنياهو حسب المقطع: لقد حاولنا مرارا وتكرارا أن نتواصل مع السلطة الحاكمة في مصر في عام 2012، لكن هذه السلطة كانت ترانا أعداء لها وترى أن إسرائيل ما هي إلا عدو احتل بلدا عربيا شقيقا. وأضاف: ولذلك كان لابد لنا من أن ننظر في الموضوع لكي نتخلص من هذه السلطة التي لا تريد سلاما حتميا، في إشارة إلى المقطع الشهير للرئيس المصري محمد مرسي الذي توعد فيه إسرائيل بالرد إذا لم توقف الحرب ضد غزة عام 2012. ولم يتسنى الجزيرة مباشرة التأكد من صحة الفيديو المنشور، كما أنه لا يمكن التحقق من مكان وزمان تصويره. ولذلك كان لابد لنا من أن ننظر في الموضوع لكي نتخلص من هذه السلطة التي لا تريد سلاما حتميا، وخصوصا بعدما أعلنه الرئيس مرسي في ذلك الفيديو الذي أوضح لنا نيته أنه يريد أن يحرر وأن يتخلص من دولة إسرائيل. أعود إلى ضيفي عبر هاتفنا القارئ السيد سليمان جودة الكاتب الصحفي. سيد سليمان جودة، استمعت إلى ما ذكرناه أو نقلته الصحف عن عماد جاد العضو بالبرلمان المصري وأيضا السياسي عندما قال مارست الوفود التي أرسلها بنيامين نتنياهو ضغوطا على أعضاء في الكونغرس من أجل تبني رؤى موضوعية تجاه الأحداث في مصر، مؤكدا انه كان هناك دور اسرائيلي في مساعده النظام الحالي في الانقلاب والبقاء في مصر. ما ردك على هذا الكلام؟ يعني انا اعتقد انه الذين تخلصوا من جماعه الاخوان وازحوهم من الحكم هم المصريون وليس الاسرائيليون باي شكل من الاشكال، لانه يعني الفيديو الذي ازعته يا سيدي منذ قليل يناقضه تماما بل يهدمه من الاساس. الخطاب الشهير الذي أرسله محمد مرسي إلى الرئيس الإسرائيلي ويقول له: صديقي العزيز رئيس إسرائيل، أتمنى لبلادك الرفاهية. هذا جواب منشور في الصحافة المصرية، لا أتكلم عن جواب سري أو خطاب لم يعلن عنه. عندما هذه هي اللغة التي خاطب بها مرسي إسرائيل. إحنا حاليا يعني لا نتحدث عن مرسي يا أستاذ سليمان، نحن نتحدث عن عماد جاد البرلماني المصري الذي اعترف أنه كان هناك تنسيق بين إسرائيل وبين السيسي أو من حكم مصر للإطاحة بنظام الإخوان كما وصفته. أنا بتكلم فيما هو نفس ما أذكره. هل من المقبول يا أستاذ سليمان أن ينسق ضابط جيش أو وزير دفاع مع إسرائيل لإسقاط رئيسه؟ هذا كلام يعني عندما يعني ده لا ما فيش فرق بينه وبين الفيديو اللي اذاعته عن عماد جاد اللي قال الكلام ده. مش انا يا استاذ سليمان، عماد جاد اللي قال الكلام ده. نعم، عماد جاد اللي قال الكلام ده. لا انا لا اعتقد في صحه ده ابدا، وارى هناك صله قويه بين ما ذكرته انت او ما ورده في التقرير عن ده في صحيفه الوطن يا استاذ سليمان. هذا مقال منشور في صحيفه الوطن المصري. هذا مقال يخص صاحبه انت، يعني طيب. يعني تستطيع ان تسال صاحبه. نعم. طيب استاذ سليمان جودة، ايضا فيما يخص بنيامين نتنياهو والفيديو الذي يعني رايته، ما تعليقك على هذا الفيديو؟ انا ذكرت تعليقي منذ قليل وقلت لك انه لا علاقه بين الاسرائيليين وبين ازاحه الاخوان للحكم في ايام محمد مرسي.
لأن الذي أزاح الإخوان هم المصريون في 30 يونيو 2013، ليس لأنهم ضد الإخوان كإخوان، وإنما لأن سلوك الإخوان في الحكم كان سلوكا سيئا، وكان سلوكا ضد الدولة الوطنية المصرية. شكرا. وأنا أعتقد أنه أي واحد يرجع للخطاب الشهير اللي أنا قلته لحضرتك منذ قليل، واللي بعته مرسي لرئيس إسرائيل، يتبين على الفور النوايا الإخوانية تجاه إسرائيل، وأنها كانت ترى في إسرائيل دولة صديقة، بعكس الدولة المصرية طول الوقت التي ترى أن إسرائيل لا يمكن أن تكون دولة طبيعية في المنطقة يا أستاذ سليمان. أستاذ سليمان أنا دولة إسرائيل دولة عذرا على المقاطعة، على أرض فلسطين. عذرا على المقاطعة، يعني لأنه في معلومة قيلت، يعني أنت قلت أنه نظام محمد مرسي اعتبر إسرائيل صديقة، وأنه عبد الفتاح السيسي نظام يعتبرها دولة عدوة. أنا سأنقل هذا الكلام إلى ضيفي في الاستوديو سيد نزار قنديل. أستاذ سليمان جودة يقول أنه يعني استشهد بأمر انتهي. هل فعلا ما قاله بنيامين نتنياهو من أنه هناك دعم من إسرائيل لنظام عبد الفتاح السيسي، والشواهد الموجودة وحتى خطابات عبد الفتاح السيسي تؤكد على أنه هناك عداوة بين مصر وإسرائيل في ظل عبد الفتاح السيسي، أم هناك دفء وعلاقات وأمن مواطن إسرائيل؟ لا، هناك ما هو أكثر من الدفء، وهناك ما أكثر من العلاقات. هناك وكالة وعمالة واضحة للصهاينة تتجلى مما يذكره عبد الفتاح السيسي. عبد الفتاح السيسي حتى في خطابه في الأمم المتحدة لم يأتي على ذكر دولة فلسطينية على الإطلاق. الأفدح من ذلك أنك ستسمع في القادم من الأيام، وربما سنعلق على هذا، أن خطة ترامب الآن تقضي بأن تتنازل السعودية عن ما يسمى مبادرة السلام العربية التي قدمها الملك عبد الله. هذا هو الأفدح، وهذا ما ينبغي أن ننشغل به. اللي الأرض مقابل السلام. نعم، هذا هو ما ينبغي أن ننشغل به. هذه العلاقات لم تعد سرا. هذا الذي استقبل نتنياهو سرا في أحد القصور الرئاسية في مصر، هذا الذي استدعاه نتنياهو إلى العقبة ومعه قادة عرب آخرين ليملي عليه ما يمكن قوله، أنا كنت هنا عقب قمة البحر الميت، القمة العربية في البحر الميت، وقلت تحديدا إن هناك أمرا يحاك على مدى متوسط للقضية الفلسطينية أكثر فداحة مما حدث منذ نكبة 48. عبد الفتاح السيسي بالمناسبة لا ينكر على الإطلاق علاقته بالصهاينة. عبد الفتاح السيسي يزايد على ترامب في العلاقة بالصهيونية. عبد الفتاح السيسي لم يكن شيئا، شكرا جزيلا، عبثيا ولا مصادفة أن يلتقي نتنياهو الأول، شكرا، ليحصل عليه على المباركة قبل أن يجلس مع ترامب، أو قبل أن يسمح له بالجلوس مع ترامب لمدة 4 دقائق. شكرا جزيلا. الكاتب الصحفي السيد نزار قنديل، مسؤول الملف المصري بالعربي الجديد. أشكر أيضا ضيفي عبر الهاتف السيد سليمان جودة الكاتب الصحفي. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، المسائية مستمرة، وبعد الفاصل نتابع. شاركت الفتيات المصريات في عروض المصارعة بالشرقية تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.